1 كانون الثاني 2024 بداية العام الجديد. قوات النظام تقوم باستهداف مدينة دارة عزة بعدد كبير من القذائف المدفعية والصاروخية، مما أدى لاستشهاد 4 مدنيين وعدد كبير من الجرحى بينهم طفل رضيع كحصيلة أولية للآن. ما زال القصف مستمر على مدينة دارة عزة. أدى هذا القصف إلى دمار كبير في ممتلكات المدنيين والمرافق العامة في المدينة. فرقنا تواجه بعض الصعوبات في الوصول إلى أماكن القصف بسبب القصف المستمر الذي يطال مدينة دارة عزة هذه الأثناء.